بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله إخواني الكرام، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل مجلسنا واجتماعنا هذا في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني الكرام، كما هو معلوم أن المؤمن في هذه الحياة الدنيا لا تخلو حياته من هموم وابتلاءات تنغص عليه سعادته وتكدر عليه عيشته، والمؤمن في ذلك يعلم أنه لا خلاص له من هذه الهموم والبلاءات إلا حيث يطأ بقدمه في جنة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لما ذكر أهل الجنة حين دخلوها ذكر من قولهم أنهم قالوا: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذه الدنيا كلها كدر وعدم صفاء، لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مشقة وعناء. إذا علمت هذا، فمما يعينك على التخلص من هذه الهموم والابتلاءات في هذه الحياة الدنيا أن تتعبد لله عز وجل بعبادة مهمة جدا، مهمة جدا لها مركزية في الوحي، ألا وهي عبادة الاحتساب. الاحتساب، ومن عاش بالاحتساب فقد ملك أسباب السعادة كلها، أو ملك أسباب السعادة كلها. والاحتساب معناه طلب الثواب من الله سبحانه وتعالى على كل ما تفعله وعلى كل ما تصاب به أو يحصل لك. الاحتساب طلب الثواب من الله سبحانه وتعالى. وقلت لكم إن الاحتساب له مركزية في الوحي في القرآن والسنة. مثلا الآن إن شاء الله نقدم بعد قليل على شهر رمضان، أسأل الله يبلغنا وإياكم رمضان بخير وعافية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. لماذا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام احتسابا؟ لأنه ربما صادف الصوم أو شهر الصوم صادف حرا شديدا، صادف بعض المشقة التي تصيب بعض الناس وغير ذلك. فما الذي يهون عليك هذا؟ الاحتساب، أنك تعلم أنك إن أمسكت عن المفطرات في ذاك اليوم كما أمر الله أن لك من الثواب كذا وكذا عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو الاحتساب. حتى الاحتساب له مركزية في الحقوق المتعلقة أو الواجبة عليك تجاه الغير. مثلا الزوجة، يجب على الزوج أن ينفق عليها، فإن أدى الزوج مثلا نفقت الزوجة مثلا في الشهر 1000 ريال مثلا، أعطاها ذاك أدى ما عليه، لكن متى يثاب؟ إن احتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى. هو برئت ذمته لما أدى إلى المرأة، إلى زوجته، لما أدى إليها نفقتها، هو أمام الناس وأدى ما عليه، وعند الله أدى ما عليه ولا برئت ذمته. لكن متى يثاب ذاك الرجل؟ يثاب إن احتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة، فهو له صدقة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وأظهر ما يكون الاحتساب، يعني إذا أردت أن ترى أهمية الاحتساب، فحين يصاب الإنسان عافانا الله إياكم بمصيبة في نفسه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حين يصاب الإنسان بمصيبة في نفسه أو أهله أو ماله، حينئذ يجب عليه أن يحتسب، وينبغي له أن يحتسب لكي يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره. والحقيقة حتى لا أكثر الكلام على هذا، أردت أن أذكر لكم 3 أمثلة هي من عيون السنة، 3 أمثلة تجسد هذا المعنى تماما، وينبغي أن تستحضرها كثيرا، لأن كما ذكرت الإنسان منا لا سيما أهل الإيمان الذين هم على طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يخلو أحدهم من قلة أو علة أو ذلة أو بلاء يصيبه أو يصيب قريبة، وربما يستقيم له الأمر في الصباح ففي المساء يأتي عليهم ويكدر، وهكذا. وكل ذلك رفع لدرجات المؤمنين وتكفير لسيئاتهم ورضا من رب العالمين عليهم. لكن الوقود أو الأمر الذي ينبغي أن تستحضره دائما ولا يغيب عن بالك أبدا الاحتساب، أن تعلم أن كل ما يصيبك في هذه الحياة ربما يعني بإمكانك أن تحوله إلى حسنات وثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. المثال الأول الذي أذكره رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي. الأول أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي المعروف خادم النبي عليه الصلاة والسلام، أمه أم سليم رضي الله عنه، بعد وفاة أبيه تزوجت بأبي طلحة الأنصاري
رضي الله عنه. طلحة الأنصار اسمه زيد بن سهل من أفاضل الأنصار، فلما تزوجها أبو طلحة أنجبت له ولدا يقال له أبو عمير. تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المشهور لما كان يدخل على أخي أنس من أمه اللي هو أبو عمير، هذا يدخل عليه يقول له أبا عمير ما فعل النغير، عنده عصفور يلعب به، فكان السام يدعب هذا الولد، فكان هذا محبوب جدا لا سيما لأبي طلحة وأمه. فهو هذا الذي اشتكى، الذي يقول عنه أنس كان ابن لأبي طلحة من أم سليم، اشتكى مرض مرضا شديدا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرض مرضا شديدا. فكان أبو طلحة يخرج في حاجاته كل يوم، ولما يرجع يسأل عن الايه عن ابنه. ففي مرة من لما خرج قبض الصبي مات، فلما مات قالت أم سليم لأهلها الخدم ومن عندها، قالت لهم لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه، لا يخبر أحد بشيء. فلما جاء أبو طلحة قربت إليه عشاء، وضعت له العشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له يعني تزينت له أحسن ما كانت تصنع، فوقع بها يعني جمعها. وبعد أن فعل، بعد أن رأت منه أنه يعني قد شبع وقد أصاب منها يرحمكم الله، أمرت أهلها، قالت إيش؟ قالت لخدمها أو غيرهم، قالت لهم واروا الصبي ادفنوه. فسأل عن ابنه كما يسأل كل يوم، فقالت له هو أسكن ما كان، هذا تعريض، وخلاص مات. فهو فهم من قولها هو أسكن ما كان يعني مستريح نائم وكذا، وهي تقصد أنه مات. فقالت لهم ادفنوه، فواروا الصبي. وثم قالت له، وهذا هو الشاعر، قالت له يا أبا طلحة أرأيت لو أن أهل بيت أعاروا عاريتهم، أو لو أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت ثم طلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوها؟ قال لا. الآن أنت أعطيت مثلا سيارتك إعارة لواحد مثلا يركبها لمدة أسبوع، يا سيارتك ملكك أنت، أعطتها لفلان جارك قلت له اركبها الأسبوع، بعد الأسبوع تقول له هات السيارة، هل يصح أن يقول لك لا؟ ليست ملكا له. فهي تقول له أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت ثم طلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوها؟ قال لا. قالت له فاحتسب ابنك، قالت له إيش؟ فاحتسب ابنك، وفقد ابنك وهو عزيز عليك، لكن هو ملك من؟ والله من الذي أعطاه ثم أخذه سبحانه وتعالى، فاحتسب ابنك، يعني اطلب الثواب على فقده ممن؟ من الله، واعلم أن الله عز وجل وهبك إياه ثم أخذ هبته سبحانه وتعالى، فما لك إلا الاحتساب، أن تحتسب الثواب على فقده من الله سبحانه وتعالى. طبعا هو غاضب لأنها يعني أخرته في هذا ولم تخبره ولم تجعله يشهد دفنه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي له، فحكى له ما حصل، فقال عليه الصلاة والسلام بارك الله لكما في ليلتكما. طبعا هو جامعها في تلك الليلة، سبحان الله، فقد ابن في هذه الليلة، فكان ببركة دعاء النبي عليه السلام وبركة الاحتساب أن قدر الله عز وجل أن يصير من هذا حمل، فبعد 9 أشهر تحمل بولد اسمه عبد الله، سموه عبد الله، وذهبوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فحنك ودعا له بالبركة، حتى قال أحد الأنصار رأيت من أولاد عبد الله هذا الذي ولد هذا 9 أولاد كلهم قد حفظ القرآن. يعني أنت ربما يحصل لك فقد في جانب، لكن لما تسلم لأمر الله سبحانه وتعالى وتصبر وتحتسب، فإن عوض الله عز وجل لا يعلم أحد قدره، يأتيك عوض الله سبحانه وتعالى والإخلاف من الله سبحانه وتعالى من حيث لا تدري ولا تحتسب. ولذلك في قول الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم. فإذا رضي العبد بتقدير الله عز وجل وسلم له أتاه من فتوح الله عز وجل وخيره وإخلافه ما لا يأتي له على باله، ويعني هو أقل هذا وليس قليلا، بل هو أكثر ما يصيب العبد السكينة والطمأنينة التي تنزل على قلب المؤمن. نرى في هذه الحياة نرى أحدا يصاب بمصيبة، فمصيبة عظيمة جدا، فترى الله سبحانه وتعالى ألقى على أهل ذاك البيت، ألقى عليهم سكينة وطمأنينة، وربما وترى آخر أصيب بأقل منه مصيبة أقل من هذا، فتجده مشتتا وربما عليكم السلام وكذا، وربما اعترض على ربي سبحانه وتعالى، وربما صدر منه ترك للصلاة أو ابتعد عن الله عز وجل،
فتجد أحدهم ابتلي بلاء شديدا فقربه ذاك البلاء من الله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها على العبد جراء تسليمه واحتسابه الثواب عند ربه سبحانه وتعالى. المثال الثاني هو قريب أيضا من الأول، أيضا يذكره أنس بن مالك رضي الله عنه. تعلمون أن من شهداء بدر صحابي اسمه حارثة بن سراقة رضي الله عنه، حارثة بن سراقة بن الحارث رضي الله عنه. هذا كان شاب وكان خرج في الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأصيب بسهم لا يدرى من رماه بهذا السهم، فقتل شهيدا رضي الله عنه. فأتت أمه أم حارثة هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، قد كنت تعلم منزلة حارثة من قلبي. تصور شاب يموت وأمه تحبه حبا شديدا وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت كنت تعلم منزلة حارثة هذا من قلبي، حبه حبا شديدا، فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك لأجتهدن عليه في البكاء. طبعا هذا كان قبل النهي عن النواح والأشياء اللي قد يفعلها النساء. انظر هنا للكلام، تقول إيش؟ إن كان في الجنة صبرت واحتسبت. نعم، مرارة شديدة جدا، الفقد شديد. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث قدسي يقول الله عز وجل: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. يعني صفية حبيبك جدا، سواء ولد سواء والد سواء أم، أي مفقود من أصفيائك وحده، إذا احتسبته ليس لك جزاء عند الله إلا الجنة. فيتقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إن كان في الجنة أخبرني عن حارثة، إن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك لأجتهدن عليه في البكاء. فقال عليه الصلاة والسلام: أو جنة واحدة؟ إنها جنان كثيرة في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى من الجنة. إنها جنان كثيرة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى من الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لمثل هذا ينبغي أن يصبر الإنسان، يصبر المؤمن. في الأخير هذه الحياة الدنيا مهما فقدت أو مهما فاتك منها كلها إلى زوال، لابد أن تزول أنت وتفارق محبوباتك أو تزول هذه المحبوبات عنك. هذه سنة الحياة وتقدير الله عز وجل. إذن يكون هدفك الدار الآخرة، فإن اطمأننت على حبيبك أنه هناك في النعيم وأنك لاحق به، إذن ما هي إلا فترة وفرقة يسيرة ثم اجتماع أبدي بإذن الله تعالى في رضا الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث يبين لنا المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه المؤمن. فقدت مالا، فقدت عزيزا، سلم لأمر الله واحتسب الأجر واطلب الثواب من الله، وسل الله عز وجل الخير والعافية وأن يوفقك فيما فقدته، وتعلم أن الله سبحانه، والمهم أن تعلم أن الله سيخلف عليك، أن الله سيخلف عليك. لأن كثير من الناس، وهذا هو المثال الثالث، ربما يقول: كيف يخلف الله عز وجل عليه؟ يجلس يقول: كيف يخلف الله عليه؟ ضاع مني كذا وكذا من المال، وكأنه يقول في نفسه: مستحيل. أو مثلا ذهب عنه أبوه، أو ذهب عنه زوجه أو ولده. إذا احتسبت وفعلت ما أمرك الله أتاك الإخلاف من حيث لا تدري، من حيث لا تدري. اسمع لهذا حديث أم سلمة رضي الله عنها، زوج النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين رضي الله عنه. أم سلمة تقول، والحديث ده يفيدك جدا في مسألة أن أنت ينبغي أن تتعلم العلم، لأن العلم، تعلم العلم النافع بفضل الله عصمة للعبد من الفتن ومن الجهل. أم سلمة تقول: كنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف عليه خيرا منها. يبقى من يقول هذا الدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني إن ملك لك يا رب، إن لله يعني إن ملك لك يا الله، وإنا إليك راجعون، فإن صبرنا تعطينا الأجر والثواب. اللهم أجرني في مصيبتي يعني أعطيني الأجر عليها، وأخلف لي خيرا منها، أخلف خيرا مما فقدت، أخلف عليها خيرا مما فقدت. أم سلمة تقول: فمات زوجي أبو سلمة، هي كانت متزوجة قبل النبي عليه الصلاة والسلام بأبي سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه، فقالت: ومن يكون خيرا من أبي سلمة؟ قبل أن تقول الدعاء لما مات أبو سلمة بتقول إيه؟ قالت فقالت: فقلت: ومن يكون خيرا من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هي مش متصورة أن يكون إيه؟ أحد خير من مين؟ من أبي سلمة. فقالت:
ثم عزم الله لي أن أقول هذا الدعاء، يعني ربنا وفقها أن تقول هذا الدعاء. قالت فقلت هذا الدعاء، فأخلف الله علي من هو خير من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخلف الله علي من هو خير من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نستفيد من هذا أيضا، بعض الناس يقول لك طب مات الوالد كيف يخلف الله عز وجل عليه؟ يخلف الله عليك الإيمان والثبات. ومن عجائب ما قد يذكر بعض الناس يعني قصص يذكرونها لا بأس بذكرها هنا، يعني واحد رجل توفي أبوه، ولما توفي أبوه راح دفن ويرجع، ابنه كان يقف في البلكونات هذه المرتفعة، وقع مات في نفس اليوم، وجاي يا أبي ولا بابا وقع مات. مثل هذا له حالة من اثنتين، إما والعياذ بالله إن يعني لا يثبت مش كده، فيحصل له ربما من الاعتراض وربما كما نسمع، لكن هذا كان مقصرا في حق ربه فمن الله عز وجل عليه بالقرب منه، أليس هذا أحسن إخلاف؟ بعض الناس يقول لك كيف يخلف الله، أين الخلف من الوالد؟ الخلف في الزوجة متصور، يعني تتزوج واحدة أخرى أصلح من الأولى وأحسن وأكرم والخلف في الولد متصور، يرزقك الله عز وجل. يقول لك الوالد كيف نأتي بالوالد؟ أي نعم إن شاء الله يسبقك للجنة وتلحق به، تكون ولدا صالحا تدعو له، هذا أعظم الإخلاف. إذن الإخلاف ليس محصورا في الشيء الحسي. ليس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فهذا هو ما قصدته يا أيها الإخوة من تذكرة نفسي وإياكم، لا سيما ما نسمع يعني من قصص كثيرة فيها جزع بعض الناس، وكذلك ما يمر به الناس أجمع الآن أو أجمعون في هذا البلد الذي تعلمونه، وتعطلت بعض مصالح الناس، وربما فقد بعض الناس أشياء، أو فقدوا أحباب، أو فقدوا أموالهم، أو امتنعت زياراتهم لأهليهم، وغير ذلك مما يعلمه الجميع. ينبغي أن يكون يعني أن يكون عدتك في كل هذا احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، أن تعلم أن الله هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، وأن تكون بسلوكك وأفعالك وتصرفاتك راضيا عن الله سبحانه وتعالى. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا بالإسلام دينا، ترضى بأفعال الله سبحانه وتعالى، ولا تمشي خلف هذه الإزعاجات التي نزعج بها ليلا ونهارا، فربما تجعلك في قلق، وكيف تقلق وأنت ربك رب العالمين سبحانه وتعالى. ففي الحقيقة الاحتساب نابع من قوة الإيمان الذي من ثمراته حسن التوكل على الله عز وجل وصدق الاعتماد عليه وحسن الظن به سبحانه وتعالى، وكل هذا من ثمرات الإيمان كما ذكرنا ومعرفة الله سبحانه وتعالى. فالاحتساب هو طلب الثواب، فلا تفارق أي شيء في هذه الحياة، أي شيء تصنعه. بعض الناس ربما مثلا يزور أخاه أو يعطي هدية لصديقه أو يجامله في مناسبة أو زيارة، ثم لا يجد برا من هذا الشخص فيما بعد، يقول لك هذا فلان فعلت له كذا، ويجلس حزينا. انت تعامل فلان فستحزن، لكن لو انك فعلت لله لن تنتظر منه شيئا، والله يعني قابل احسانك باحسان الحمد لله، قابله حتى باساءه، انت لمن كنت تعمل مع من كنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى. فالاحتساب يجعلك في راحه اعظم راحه. اسال الله تعالى ان يرزقنا اياكم الاحتساب وحسن التعامل معه وحسن الاعتماد عليه وصدق التوكل عليه، وأن يرزقنا وإياكم زيادة الإيمان، وأن يجدد الإيمان في قلوبنا، وأن يعصمنا وإياكم من فتن الشهوات والشبهات، ونسأله العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا وإخواننا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، جزاكم الله خيرا.